نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نراجع أولاً ما أخذنا بالأمس، ثم نأخذ بإذن الله تعالى الدرس الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم ماشاء. ماذا أخذنا بالأمس وانت واقف؟ نعم أخذنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المتن المبارك؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر؟ ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة؟ الإجابة عن أسئلة القبر. إذا تعلمنا وعملنا ودعونا وصبرنا صنعنا هذا في الدنيا، يكون الجزاء من جنس العمل. الخامس فهرسة الكتاب أو محتوى الكتاب. من يذكر لي محتوى الكتاب؟ الأقسام الخمسة التي نعم المسائل الأربع سورة العصر، المسائل الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة مع الولاء والبراء، أهمية دراسة التوحيد هذا القسم الثالث، شرح أسئلة القبر، والخاتم. أسأل الله سبحانه وتعالى يختم لنا ولكم بالتوحيد، آمين. نعم غيره، ماذا أخذنا بالأمس؟ نعم يا أخي المسائل الأربعة قلنا عندنا أربع مسائل. الأولى العلم، الأولى العلم قال هو معرفة الله، معرفة نبي، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وقلنا هذا من عادة المؤلف أنه يجمل المسائل حتى تضبط وتحفظها ثم يأتي بعد ذلك وفصل. الثانية العمل، الثانية العمل به، لأن الإنسان إذا تعلم لابد يعمل، حتى في العلم بالعمل، يعني العلم ينادي من؟ العمل، كان يتصل على العمل يقول تعال، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم ينادي العمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أول من تسعر بهم النار نسأل العافية والسلامة ثلاثة، منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به. ولا يعني هذا أنك تقول أنا أخاف أتعلم ولا أعمل، لا، تعلم واستعن بالله على العمل، مفهوم؟ أي نعم. فالعبد قلنا الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من ماذا؟ من إيش؟ من العلم. وقل رب زدني علما، علما، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على العمل والدعوة. ولهذا قال بعد هذا قال الدعوة إليه، ثم الصبر، أراد بالصبر نصبر على ماذا؟ على الثلاثة. نعم، لابد تصبر أولا على العلم، على التعلم، لأن بعض الناس يظن أنه ينام ويستيقظ يكون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا، ما يمكن. شيخ الإسلام ما أدرك هذا باللعب، لا، جد واجتهد، إخلاص أولا قلنا، لكن كان جاد في هذا الأمر. طيب بعد هذا يصبر على العمل ثم يصبر على الدعوة، صنع هذا في الدنيا بإذن الله يجيب عن أسئلة القبر. الدليل على هذه المسائل الأربع قلنا سورة العصر، وهذا من أحسن ما يكون في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه يأتي بالمسألة مقرونة بالدليل حتى يعتاد الطالب الاتباع ويعرف الرد على المخالف، كيفية الرد على المخالف. نعم غيره. نعم يا أخي، أخذنا المسائل الثلاثة، وقلنا المسائل الثلاثة، المسألة الأولى باختصار فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، المسألة الثانية فيها توحيد الألوهية توحيد العبادة، المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله، وقلنا البراءة من الشرك وأهله تكون بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب إقرار واعتراف، وباللسان إنني براء مما تعبدون، وبالجوارح عدم مشاركة الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم في الشركيات في البدع وغيره. تمام، انتبه معي يا أخي، اترك الكتاب هذا. غيره، ماذا أخذ؟ هاي الشيخ، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم
ارفع صوتك الشيخ وانت واقف. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم، حتى لا اقع في الشرك، يقول حتى لا اكون من المشركين. نعم، حتى لا يدخل الجنة الا موحد، لا يقبل الله سبحانه وتعالى اي عباده الا بالتوحيد، استقرار الامن، الهدايه، الطمانينه، حلاوه الايمان، سبب لشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكثير السيئات. غيره ماذا اخذنا بالامس؟ هاي الشيخ ماذا اخذنا بالامس؟ تعريف الحنيفية هي الملة المعنى الشرك المبنية إخلاص التوحيد، أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا يعني مقبل الله مدبرا عن الشرك. تمام. نعم أخي. الصبر قلنا ثلاثة أقسام. الأول صبر على طاعة الله حتى تؤدى، الثاني صبر عن معصية الله حتى تجتنب، الثالث صبر على أقدار الله ما يقدر الله على العباد، مرض، فقر، ابتلاء، غيره. نعم الشيخ. الدعاء قلنا ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، مرأة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنزال الغيث أو كذا، هذا لا يقدر عليه وهو حي، فما باله ميت، شرك أكبر. وفيما يقدر عليه المخلوق قلنا يصح بشروط أربعة، أن يكون الطلب من حي لا ميت، وحاضر لا غائب، وقادر لا عاجز، وتعتقد أنه سبب. وقلنا انقسم الناس مثل الدعاء الاستعانة والاستعانة والاستغاثة والشفاعة، وقلنا انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى كم قسم؟ انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، الأول صحيح، والثاني شرك أكبر، والثالث شرك أصغر. الصحيح هو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه. الله سبحانه وتعالى جعلنا الأسباب إما شرعية أو حسية، أسباب شرعية مثل الرقية الشرعية، حسية مثل الدواء. وإذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا الشرك أصغر. أعطينا القلم من هذا الآخر، هذا قلم، أعطينا القلم، جزاك الله خير يا أخوانا، كل شيء مكتوب الحمد لله. طيب، الثالث إذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته فهذا شرك أكبر. وقلنا عندنا بعض الناس هذان الله إياهم يعلق على البيوت، رأس الثور، أعنى الذئاب، القرن، الكف، نعل قديمة، إطارات السيارات، حافر الفرس، عين خرزة، خمسة وخميسة، يسموها هكذا أشياء. لماذا؟ قال لأنها هي التي تدفع الجن والشياطين، شرك أكبر، لأنها سبب هذا الشرك أصغر، والله سبحانه وتعالى مجعلها أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت ولديه أولاد، صحيح، ولديه دواء، وضع شيئا من هذا؟ لا. من الذي يحفظ لنا هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ إذا لا يمكن نضع. ولا بد يا إخواننا، احنا قلنا الدعوة هذه دعوة إصلاحية، لا بد أن نصلح، لا بد أن نعلم الناس، نحذر الناس من الشرك. مفهوم؟ نعم. طيب، أخذنا أيضا أقسام، أخذنا مسألة الأدلة على وجود الله. الأدلة على وجود الله كثيرة لا حصر لها، وممكن أن نجمل الأدلة الإجمالية في أربع أدلة: العقل والحس والفطرة والشرع. تمام. الخشية هي خوف، لكن بعلم، تكون من العلماء، ومن أسباب طلب العلم أن تصل إلى إيش؟ إلى الخشية. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هي خوف بعلم، المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه. الخوف يكون من كل أحد، لكن الخشية تكون من العلماء، ما شاء الله. نعم يا أخي. لابد أن نبرأ من الشرك وأهله. وقلنا أحيانا في بعض الدول يشكل هذا على بعض الناس، الولاء والبراء. ممكن تقول وسطية أهل السنة والجماعة في التعامل مع غير المسلمين، انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين وسط. قسم يشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع. أعطينا الجوال، أعطينا آيفون،
أن تصنفه بعد الدرس إذا يصلح أعطني، ما يصلح أرجع له. خلاص تمام. وقسم يغلو فيهم يتعدى عليه بالقتل والسب وأخذ الأموال، والصحيح الوسط أن لا نشارك هؤلاء في عياد في احتفالات في طقوس الشركات والبدع، ومع هذا لا نتعرض نفي لهم بالحقوق، لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا بأخذ الأموال، نتعامل معهم في البيع والشراء، ننصح لهم، نعم نحب لهم الخير وهو الدخول في الإسلام، صح؟ ولا المسلم لا يغش الكافر، لا يقول له سنة سعيدة، ولا يقول أنت يعني تدخل الجنة، أعوذ بالله، يقول أنت في ضلال، هذا طريق جهنم، أنا خاف عليك، صح؟ أي نعم، لابد أن المسلم ينصح الكافر. يا أخواننا، هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام كافرا من الكفار ولم يدعو للإسلام؟ ممكن؟ طب إذن لماذا لا نسير على هذه الطريقة يا أخواننا؟ علموا الناس التوحيد، حذروا الناس من الشرك، تشك في التوحيد؟ ها؟ إذ قلنا انقسم الناس في الدعوة إلى الله إلى طرفين وسط، قسم لا يدعو إلى الله أبدا، وقسم يدعو إلى الله على جهل. الصحيح الوسط الذي تثق منه 100%، هذا لا بد تدعو إليه، تشك 1% لا تتكلم. عندنا مقال قلنا لا تتفلسف، يعني لا تخرج عن النص، لا تخرج عن الموضوع، مفهوم؟ تمام. غيره ما شاء الله. القسم الثالث، من ربك؟ أخذنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يعلمك السؤال والإجابة عليه، فإذا قيل لك من ربك إيش تقول؟ ربي الله الذي رباني. ما معنى رباني؟ قلنا تربية للظاهر وتربية للباطن، وهذا من نعم الله علينا أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أرسل الرسل وأنزل الأنبياء والكتب والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكتب حتى نتربى في الباطن، فتربية للظاهر وتربية للباطن. إذن هو الرب، إذن لابد أن يكون هو المعبود سبحانه وتعالى. تمام، الرب هو المعبود. نعم، خلقنا الله لعبادته، وقلنا ليس الإشكال في الإجابة على هذا السؤال ولا الاستدلال عليه بقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الإشكال كل الإشكال في ماذا؟ في التطبيق العملي، هل أنت تعمل بهذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ لأنك لو اشتغلت في هذه الدنيا بعبادة الله والله سعدت. وضربنا لكم أمثلة البارحة، شيخ الإسلام مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كيف عاشوا في هذه الحياة، عاشوا عباد، سعدوا سعدوا في السجن، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السجن، تخيل أن أنت شيخ إسلام ومسجون ظلما وأردت أن تكتب رسالة لأمك من السجن، إيش تصنع؟ تضع دمعتين صح؟ وتقول مظلومين وكذا. هو كان يقول رحمه الله، يقول المسجون من سجن عن ربه، المسجون من سجن عن هذا المسجون، في السجن أراد أن يكتب رسالة لأمه من السجن، كتب لها في أول رسالة بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطيب، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا أين يقوله؟ لا خرج، إيش يقول؟ مفهوم؟ أراد أن يكتب رسالة لإخواني من السجن، كتب في أول الرسالة وأما بنعمة ربك فحدث. إخواننا، حياة القلوب إذا قلبك فيه غير الله هذا قلب لا يصح، قلب ميت، مفهوم؟ نعم، جزاك الله خير. نعم يا أخي. طلب الهداية. نعم، قلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى بالتأليف أراد لك هداية الدلالة والإرشاد، دلك على الطريق بالتأليف، وما لم يترك، لم يصنع هذا فقط، بل دعا لك
ثلاث مواضع في الأصول الثلاثة، وسيأتي معنا في القواعد الأربع في موضعين، يدعو لك لماذا أراد لك هداية التوفيق. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. أقل شيء أنك تصنع لهذا المؤلف إيش تقول؟ جزاه الله خيرا رحمه الله، نعم تدعو له: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. طيب غيره يا أخي. الخوف قلنا ثلاثة أقسام: خوف عبادة وتعظيم، والسر صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه العبد، خوف من اللصوص من قطاع الطريق، الخوف من النار. الثالث خوف محرم، وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم ما في مشكلة، جزاك الله خير، أنا عرفت، ما في مشكلة، جزاك الله خير. هم ما يفهم العربية يعني؟ طيب نعم هاي أخو. والدعاء أربع شروط، أمس ما ذكرنا شروط الدعاء، سنذكرها إن شاء الله. أجلس. نعم أخي. أسئلة القبر الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن من صرف شيئا من عبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وقلنا نحن نتعلم الحكم على الفعل، أما الحكم على الفاعل لابد فيه من قيام الحجة وانتفاء الشبهة، ولابد فيه من الرجوع إلى العلماء، فإذا كفر العلماء كفرنا، توقفوا توقفنا. طيب هاي الشرح. نعم على التوحيد، أهمية التوحيد، لابد من التركيز على التوحيد، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله، بل هو على فراش الموت وهو يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك. أخذنا أقسام الذبح، أقسام الذبح كم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقسام الذبح، نعم يا أخي. الأول الذبح لله، هذه وأضاحي وعقيقة وصدقات. الثاني ذبح لغير الله، لابد بهذا القيد، تقول محبة وتعظيما كالذبح للجن لأصحاب القبور. الثالث ذبح جائز، تذبح حتى تأكل أو تبيع جزار مثلا، تمام. وأخذنا النذر، قلنا نذر لله ونذر لغير الله. وأخذنا التوكل، تعريف التوكل، تعريف التوكل، نعم يا أخي، هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. وأخذنا تعريف التوحيد شرعا، تعريف التوحيد شرعا هاشر، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بما بأفعاله أو بالخلق والملك والتدبير. وتوحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد. توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قلنا لابد تحفظ التعاريف التي جاءت عن العلماء كما هي، يعني بالملي يقال عندنا، مفهوم؟ بالحرف، ما تغير حرف واحد، تمام. بهذا تقريبا يعني انتهينا بالأمس عند الأصل الأول من الأصول الثلاث. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ممكن وانت تمشي في الشارع يلقاك بعضنا قال مسلم، تقول نعم، يقول ما هو الإسلام؟ كيف أكون مسلم؟ بين لي الإسلام، اشرح لي الإسلام، وضح لي الإسلام. إذا قلت لا أدري، إيش يقول لك؟ ترى أنت كاذب، صح؟ كيف تدعي الإسلام وأنت لا تدري عنه؟ ويا أخوان، أراد أعداء الإسلام، حتى أن بعضهم في بعض الدول يقول أن من عندنا اليوم في هذه الدول لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا أنه ميم سين لام ميم، لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا ماذا؟ إلا أنه مسلم، لا يدري ما هو الإسلام. وانت تسمع وترى أحيانا في بعض المقاطع تسألوه من نبي هذه الأمة، يقول لا أدري.
ما هو الكتاب الذي أنزل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يدري. من هو نبي الأمة؟ لا يدري. تصلي؟ يقول لا أصلي. لا يصلي، نسأل العافية والسلام.